طالب مزارعون ناحية العظيم الحكومة المحلية بصرف مستحقاتهم للموسم الحالي بعد تأخيرها لأكثر من 5 أشهر، علما أن تأخر المستحقات يفشل الخطة الزراعية ما لم تتدارك الجهات المسؤولة وتنقذ المزارعين من كارثة. احنا المستحقات لحدنا احنا ما مستنين من الدولة، الحنطة صدرناها. واكو شغلة ثانية، الفلاح مرات يتعب، يعني هذا شغلة الخطة عنده، هو مثل زارع له 200 دونم أو 100 دونم، يعني الحنطة الباقية ما تستلمها الدولة، لأن الدولة تستوردها الحنطة بعملة صعبة، هم تأثير على الدولة وهم تأثير على الفلاح. زين أنت من حاصلاتك بعدين تذبهن، يجي التاجر يأخذهن برخص المي، تعب وزرع وسوق وبعد معاناة يعني بالتسويق وهذا، ولحد الآن ما سلم قسم، يمكن نسبة 20% استلمه ولحد الآن الباقي، واكو بعض الفلاح لحد الآن ما سلم له دينار واحد. تروح لابو المكتب، أنت تريد تزرع هسه ما عندك مبلغ، منين تشتري حنطة؟ كتب هسه الكيمياء موجود بس ما تقدر تستلمه لأن ما عندك فلوس. تروح لابو المكتب والمكتب يقول لك أنا حقوقي مالت العام لحد الآن ما استلمه، شلون أعطيك الموسم الثاني؟ وهو هم مطلوب فلوس أبو المكتب لأن ماخذ من تاجر، التاجر هم يقول لك ما أعطيه. من جانبه طالب مدير ناحية العظيم بضرورة الصرف مستحقات مزارعين ناحية عن تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي، والذي سيلحق ضررا اقتصاديا وكارثة عند تأخير الصرف. فلاح معول على أنه يسلم مستحقاته لكي يشتري البذور والأسمدة والحراثة ويقوم بعمليات الزراعة، لكن مع الأسف لحد الآن أنه 20-30% من مستحقات الفلاحين لم تستلم، والفلاح الأكثر هم مطلوبين ديون إلى أصحاب المكاتب. وأنا أقول أنه سبب إخفاق الخطة الزراعية لهذا العام ستكون بسبب عدم استلام مستحقات الفلاحين. بعد أن أثقل الدين كاهلهم وانعدم الدعم الحكومي لخطتهم الزراعية وعدم صرف مستحقاتهم، حذروا من كارثة تصيبهم وتصيب أراضيهم وعوائلهم. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.